السلام عليكم ورحمة الله، موضوع درسنا لليوم مساحة المضلع للصف الخامس الأساسي. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم كيفية تقدير مساحة المضلع غير المنتظم وكيفية حساب مساحة المضلع غير المنتظم من خلال تقسيمه. لكن بداية خلينا نراجع مع بعض مفهوم المضلع كما تعلمناه سابقا. المضلع كما تعلمون هو شكل هندسي مغلق كما نشاهد هنا يتكون من عدة قطع مستقيمة نهاية كل قطعة هي بداية لقطع مستقيمة أخرى هذه القطعة المستقيمة نسميها ضلع وهنا ايضا ضلع وهنا ضلع وهنا ضلع وهنا ضلع وهنا, 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 وهنا أيضا دلع. يوجد لدينا مضلعات منتظمة ومضلعات غير منتظمة، المضلع المنتظم من صفاته انه بتكون جميع اطوال اضلاعه متساوية. بالتالي ايضا تكون زواياه متساوية. قياسات زواياه أيضا متساوية أما المضلع غير المنتظم العكس تماما تكون قياسات أطواله مختلفة أطوال أضلاعه مختلفة في القياس وأيضا زواياه مختلفة غير متساوية زواياه غير متساوية في قياسها. خلينا هلا نراجع مفهوم المساحة، تعلمنا سابقا ان المساحة هي عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل. امامنا شكل. مضلع غير منتظم كما تشاهدون متفقين أن الوحدة المربعة هي عبارة عن مربع طول ضلعه وحدة طول واحدة وحدة طول واحدة كل مربع صغير من هذول الموجودين أمامكم بنسميها وحدة مربعة هنا وحدة مربعة واحدة وحدة مربعة واحدة خلينا نعد ونشوف مساحة المضلع غير المنتظم الموجود أمامنا من خلال عد الوحدات المربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر 13 ثلاثة عشر أربعة نحكي إذن مساحة المضلع غير المنتظم تساوي 16 وحده مربعة. لدينا مجموعة من الأمثلة. الرسم المجاور يمثل مخططا لمسبح ما المساحة التقريبية للمسبح علما بأن الوحدة المربعة تمثل مترا مربعا في الواقع. عندنا رسم هذا الرسم يمثل مخطط لمسبح. بدنا نحسب المساحة التقريبية لهذا المسبح بمعنى اخر بدنا نقدر مساحة هذا المسبح علما بان الوحدة المربعة تمثل متر مربع في الواقع بدايه بما انه تعلمنا انه المساحة داخلية وهي تمثل عدد الوحدات المربعة التي تغطي الشكل، بداية خلينا نعد الوحدات المربعة الكاملة، ومثل ما انتم شايفين أيضا المسبح داخليا يتكون أيضا من أجزاء من أجزاء بالإضافة للوحدات المربعة الكاملة، أنا بداية بدي أعد الوحدات المربعة الكاملة، عدد الوحدات المربعة الكاملة خلينا نشوفها مع بعض نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثناش ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين مربعة خلينا نعد الأجزاء أنا ميزت لكم إياها باللون الزهري مثل ما أنتم شايفين خلينا نشوف عدد الأجزاء من الوحدات المربعة تساوي خلينا نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر عشر ثلاثة عشر أربعة عشر, عشر،, عشر. جزء أنا هلا بدي اجمع هاي الأجزاء بحيث أكون من كل جزئين وحدة مربعة كاملة، يعني ممكن هذا الجزء مع هذا الجزء يكون لي وحدة مربعة، بما إننا بنحكي في في تقريب أو في مساحة تقريبية، بدي أنا أجمع أعمل تجميع حتى أكون وحدات مربعة كاملة، فبقسم الـ 16 على 2 على اعتبار إنه كل جزئين راح يعملوا لي وحدة مربعة كاملة، 16 على 2 راح يعطينا 8 وحدات مربعة تقريبا هلا مساحة المسبح تساوي عدد الوحدات المربعة الكاملة زائد عدد الوحدات اللي جمعناها يعني 32 زائد 8 رح يعطينا أربعين وحدة مربعة تقريباً على أرض الواقع راح تكون مساحة المسبح 40 متر مربع. على أرض الواقع، 40 متر مربع تقريبًا وحدة المساحة الأمتار المربعة هون. في يعني عنا مثال قدّر مساحة المضلع المجاور بدايةً. مثل ما إحنا شايفين في عنا أجزاء وفي عنا وحدات مربعة كاملة الشكل هذا اللي أنا مضللته خلينا نعد الوحدات المربعة الكاملة 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 نكتب عدد الوحدات المربعة الكاملة تساوي 12 وحدة مربعة نشوف الأجزاء واحد اتنين، عندنا جزئين، عدد الأجزاء تساوي اتنين جزء، هدول التنين جزء أنا بدي أجمعهم، نعمل تجميع، تجميع بدي أقسم اتنين على اتنين، إنه الجزئين تقريبًا رح يعملولي وحدة مربعة، تقريبًا، مساحة الشكل. او المضلع اللي هو مضلع راح يعطيني بدي اجمع الوحدات المربعه الكامله اللي هي 12 زائد الوحده اللي جمعتها اللي هي 1 راح يعطيني 13 وحده مربعه في معنى السؤال الأول من صفحة 141 من الكتاب قدر مساحة كل مضلع مما يأتي بالوحدات المربعة معنا الشكل مثل ما احنا شايفين انا ملونه الاجزاء بلون مميزيتها عن المربعات الكاملة بداية حتى أقدر المساحة لازم أعد الوحدات المربعة الكاملة عدد الوحدات المربعة كاملة تساوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر نحط 18 وحدة مربعة أما عدد الأجزاء خلينا نشوف الأجزاء واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة عنا ست أجزاء رح نعمل تجميع بقسمة ستة على اتنين رح يعطينا ثلاث وحدات مربعة تقريبا إنه كل جزئين بيجمعونا لنا وحده مربعه اذا مساحه المضلع تساوي عدد الوحدات المربعة الكاملة زائد عدد الوحدات اللي تم تجميعها 18 زائد 3 رح يعطينا 21 وحدة مربعة نشوف الشكل الثاني عندنا شكل بنفس الطريقة مقسم إلى مربعات وفي عنا أجزاء من المربعات أو أجزاء من الوحدات المربعة خلينا نعد الوحدات الكاملة عدد المربعات الكاملة أو الوحدات المربعة الكاملة بيزبط ساوي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد عشر اتناش تلاتاش اربعتاش خمستاش ستاش تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اثنان وعشرين ثلاثة اربعة وحدة مربعة خلينا نعد الاجزاء الأجزاء واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة عنا سبع أجزاء من الوحدات المربعة بدنا نعمل تجميع لهذه الأجزاء بقسمة سبعة على اثنين راح يعطينا ثلاثة ونص وحدة مربعة تقريبا على إنه أنا بدي أجمع كل جزئين تقريبا يعملوا لي وحدة مربعة إذا مساحة المضلع تساوي عدد الوحدات المربعة الكاملة اللي هي أربعة زائد عدد الوحدات اللي تم تجميعها ثلاثة ونص رح يعطينا الجواب سبعة ونص وحدة مربعة تقريبا طبعا احنا هون عم نحكي عن مساحات مقدرة تقريبا ما ننسى كلمة تقريبا بجانب الإجابة هلأ معنا مثال اخر حديقة منزل لها الشكل الموضح جانبا احسب مساحتها حديقة منزل مثل ما انتم شايفين بالرسم بهذا الشكل شكل مضلع لكن غير معروف اسمه يعني انا مش عارفة شو هو رح نحسب مساحته حتى انا اعرف احسب مساحته لازم اسهل عملية حساب المساحة من خلال تقسيم الشكل، ممكن انا اقسم الشكل الى شكلين معروفين واستطيع من خلال معرفة انواع الشكلين اللي انا رح اقسمهم احسب المساحة، انا اول شغلة ممكن اعملها تقسيم الشكل بهذه الطريقة مثل ما شايفين بهذا الشكل صار في عندي هون الشكل رقم واحد وهون عندنا الشكل رقم تنين الشكل رقم تنين إذا ملاحظين إنه هو عبارة عن مستطيل المستطيل عبارة عن شكل هندسي في كل ضلعين متقابلين شكل رباعي في كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين يعني هذا الضلع يقابل هذا الضلع ويساوي هذا الضلع يقابل هذا الضلع ويساوي عندي أنا هون عشان أعرف أبعاد أو طول ضلع الشكل الأول ممكن أنا أعرفه من خلال المستطيل رقم تنين اللي هو الشكل الثاني أنا عشرين متر يقابلها هذا كله عشرين متر أيضاً 20 متر من العشرين متر هاي هذا الضلع معروفة ل 12 متر فأنا عشان أعرف أبعاد الأبعاد المجهولة نكتب حتى أعرف الأبعاد المجهولة بدي أعرف طول ضلع الشكل رقم واحد طول ضلع الشكل رقم واحد اللي هو هذا الشكل هذا الشكل بدي أعرف طول ضلعه اللي هو هون فبدي أطرح عشرين متر ناقص اتناشر متر راح يساوي عندي تمانية متر إذا طول ضلع الشكل رقم واحد تمانية متر إذا ملاحظين هذا الشكل مربع هون تمانية متر جميع أطوال أضلاع المربع متساوية هون 8 متر الشكل الثاني هو مستطيل فهلا باجي بحسب مساحة الشكل رقم واحد تساوي الضلع ضرب الضلع ليش الضلع ضرب الضلع؟ لأنه أنا عندي الشكل رقم واحد هو مربع الشكل رقم واحد هو مربع فبحكي 8 متر ضرب 8 متر يساوي 64 متر مربع هلا مساحه الشكل رقم اتنين اللي هو مستطيل يساوي الطول ضرب العرض الطول عنا عشرين متر ضرب العرض عشر متر بننزل الصفر 2 في 3 6 2 في 1 2 260 متر مربع، احنا لهون لسه ما عرفنا المساحة كاملة لهذا المضلع، فبحكي إذا مساحة المضلع كاملا المضلع الكامل هون اللي هي الحديقة كما وردت في السؤال حديقة المنزل يساوي مساحة الشكل واحد زائد مساحة الشكل اتنين اللي هي مساحة المربع زائد مساحة المستطيل وتساوي اربعة وستين متر مربع زائد ميتين وستين متر مربع بنجمع

الموضحة في المخطط المجاور بطريقتين مختلفتين. احسب مساحة قطعة الأرض الموضحة في المخطط المجاور بطريقتين مختلفتين. بداية مثل ما إحنا شايفين عنا مضلع مش معروف شو هو. أنا حتى أعرف أحسب مساحته أول شغلة بدي أعملها بدي أقسم الشكل. بدي أقسم الشكل لشكلين بحيث يطلع معي شكلين انا عارفه تسميتهم او عارفه شو نوعهم بهذا الشكل راح مثل ما انتو شايفين صار في عنا شكلين هون الشكل رقم واحد وهون الشكل رقم تنين الشكل رقم واحد مثل ما انتم شايفين عبارة عن مستطيل كل ضلعين فيه متقابلين متساويين ومتوازيين خمسة كيلو يقابلها خمسة كيلو متر وعندنا اثنين كيلو, متر. اتنين كيلو متر هون يقابلها اثنين كيلو متر اذا اول خطوة انا عملتها عملت تقسيم الشكل اول خطوة قسمنا الشكل تقسيم الشكل ثاني خطوة أنا بدي أحدد الأبعاد، أبعاد كل شكل فيهم، الشكل الأول الطول 5 آه كيلومتر والعرض 2 كيلومتر، خلينا نشوف الشكل رقم تنين أنا عندي هون العرض 4 كيلومتر، بدي أعرف الطول، متفقين على إنه كل ضلعين متقابلين في المستطيل متساويين ومتوازيين، فهون هذا الضلع يقابل هذا الضلع ويساوي خلينا نشوف شو يساوي، 3 كيلومتر خمسة كيلومتر واحد كيلومتر بنجمعهم مع بعض بيعطينا الطول هون كامل تلاتة زائد خمسة زائد واحد يساوي تسعة كيلومتر الطول هون تسعة كيلومتر فإذا هلا بدي أحسب مساحة الشكل واحد اللي هو مستطيل الطول ضرب العرض ويساوي الطول عندنا هون خمسة كيلو متر ضرب تنين كيلو متر ويساوي عشرة كيلو متر مربع مساحة الشكل رقم تنين الشكل رقم تنين آه الطول في العرض أيضا هو مستطيل آه راح نكتب تسعة كيلو متر ضرب أربعة كيلومتر ويساوي ستة وثلاثين كيلومتر مربع. إذا مساحة الشكل كاملاً عبارة عن مساحة الشكل واحد زائد مساحة الشكل رقم اثنان. مساحة الشكل واحد عشرة. زائد مساحة الشكل ستة 36 ويساوي 46 كيلو متر مربع هاي هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية بدنا نقسم الشكل بشكل آخر بدنا نقسم الشكل بطريقة أخرى مثل ما احنا شايفين بقدر أنا أقسم بهاي الطريقة أني أنا أجزأ بهذا الشكل أعمل أشكال معروفة معروف نوعها وهون نقسم بهاي الطريقة صار في عندي ثلاث أشكال خلينا نرقمهم من جديد واحد تنين تلات بدنا نحدد الأبعاد بدنا نحدد الأبعاد مثل ما أنتم شايفين الشكل الأول هو مستطيل كل ضلعين متقابلين فيه متساويين ومتوازيين أربعة كيلومتر يقابلها أربعة كيلومتر عنا العرض ثلاثة كيلومتر 3 كيلومتر ايضا يقابلها 3 كيلومتر في عنا المستطيل رقم 2 مثل ما انتم شايفين عرضه 5 كيلومتر يعني هون 5 كيلومتر من هون لهون 5 كيلومتر هلا طوله اذا ملاحظين هي الطول 2 زائد 4 طوله 6 كيلومتر يقابل 6 كيلومتر يعني من هون لهون ستة كيلو متر، بضل عنا المستطيل الصغير عرضه واحد كيلو متر، ويقابله بالمستطيل هذا الكبير الطول هون أربعة كيلو متر. هلا نحكي مساحة الشكل واحد تساوي الطول ضرب العرض ويساوي أربعة كيلو ضرب ثلاثة كيلو يساوي اتناشر كيلو مربع عندنا مساحة الشكل تنين تساوي الطول في العرض اللي هي مثل ما انتو شايفين هذا خلينا نشوف الشكل رقم تنين الطول ستة كيلو متر ضرب العرض من هون لهون خمسة كيلو متر ويساوي ثلاثين كيلو متر مربع أما مساحة الشكل رقم ثلاث عندنا العرض واحد كيلو متر والطول أربعة كيلو متر يعني أربعة كيلو متر ضرب واحد كيلو متر ويساوي أربعة كيلو متر مربع إذا مساحة الشكل كاملا أو المضلع كاملا اللي هي قطعة أرض مساحة قطعة الأرض كما جاء في السؤال إحنا عم نحسب مساحة قطعة الأرض فبنعمل مجموع المساحات الثلاثة اللي طلعت معانا مساحة الشكل 1 اللي هي طلعت 12 كيلو متر مربع زائد 30 كيلو متر مربع زائد 4 كيلو متر مربع 12 زائد 30 42 زائد 4 46 كيلو متر مربع إذا مساحة قطعة الأرض إذا مساحة قطعة الأرض 46 كيلو متر مربع راح نتعرف على كيفية إيجاد محيط المثلث ومساحته لكن بداية خلينا نتعرف على المثلث مثل ما إحنا شايفين رسم لمجموعة من المثلثات المثلث من اسمه هو مضلع يتكون من ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا هو مضلع ثنائي الأبعاد ثنائي الأبعاد يعني ما إلو جسم محسوس آه لما بنحكي مضلع ثنائي الأبعاد يعني ما إلو جسم محسوس فإذا بنعرف المثلث مضلع ثنائي الأبعاد يتكون من ثلاثة رؤوس وثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا، بداية في عنا عناصر للمثلث، خلينا نتعرف على عناصر المثلث. في عنا رؤوس المثلث رؤوس المثلث هون رأس للمثلث وهون رأس وهون رأس رأس المثلث هو نقطة التقاء ضلعين شايفين هذا الضلع اللي أنا عم بشير له مع هذا الضلع نقطة الالتقاء هاي أنا بسميها رأس المثلث هلأ في عنا شيء اسمه ارتفاع المثلث، أنا هون ملونيته باللون البرتقالي، هون ارتفاع المثلث. ما هو ارتفاع المثلث؟ هو طول العمود المرسوم من أحد رؤوس المثلث مثل ما أنتم شايفين إلى الضلع المقابل له أو إلى امتداده. كمان مره ارتفاع المثلث هو طول العمود المرسوم من احد رؤوس المثلث الى الضلع المقابل له او الى امتداده هلا الضلع المقابل هون لرأس المثلث اللي انا رسمت منه ارتفاع المثلث بسميه قاعده المثلث ايش بسميه بسميه قاعده المثلث إذا هون عناصر المثلث رأس المثلث في عنا إشي اسمه ارتفاع المثلث وهو طول العمود المرسوم من أحد رؤوس المثلث إلى الضلع المقابل له أو إلى امتداده. كيف يعني امتداده؟ خلينا نشوف المثلث المرسوم عندنا هون. هذا المثلث مثل ما أنتم شايفين فيه زاوية منفرجة. هون إحنا رسمنا من هذا الرأس من رأس هذا المثلث عمود اللي هو الارتفاع على امتداد هذا الضلع، شايفين هون الخط المتقطع الأحمر؟ هذا الخط المتقطع باللون الأحمر هو امتداد لهذا الضلع، هذا الضلع أنا بسميه قاعدة، ليش قاعدة؟ لأنه الضلع المقابل لرأس المثلث اللي أنا رسمت منه الارتفاع الارتفاع هون ارتسم على الضلع المقابل والذي يسمى قاعدة المثلث هلأ في عنا العنصر الثالث وهو قاعدة المثلث قاعدة المثلث تعرف بأنها الضلع الذي رسمه العمود عليه او على امتداده نشوف هون المثلث هون في عندي انا ثلاث رؤوس مثل ما احنا شايفين رسمنا العمود اللي هو ارتفاع المثلث من هذا الراس هون عندي انا راس المثلث هون الارتفاع الضلع المقابل هذا لرأس المثلث الضلع هذا المقابل لرأس المثلث واللي رسمت عليه العمود هون انا بسميها قاعده المثلث وهلا يا خامس خلينا نشوف كيفيه ايجاد محيط المثلث من خلال المثال التالي يريد محمود استخدام سلك في صنع مثلث أطوال أضلاعه كما في الشكل، ما طول السلك اللازم لذلك؟ عندنا محمود معه سلك، بده يصنع منه مثلث أطوال هذا المثلث مثل ما أنتم شايفين طول الضلع الأول 30 سنتيمتر طول الضلع الثاني 20 سنتيمتر طول الضلع الثالث 30 سنتيمتر هلا السلك اللي راح يستخدمه محمود في صناعة هذا المثلث الذي يشكل المثلث كاملا يعني السلك اللي بده يستخدمه بده يشكل المثلث كامل بمعنى آخر يجب أن يكون طول السلك طول السلك يجب ان يكون مساوي لمجموع اطوال اضلاع المثلث كيف خلينا نشوف كيف بنحكي طول السلك يساوي 30 سنتيمتر زائد عشرين سنتيمتر زائد 30 سنتيمتر تلاتين زائد عشرين خمسين زائد ثلاثين تمانين سنتيمتر هون طول السلك لذلك نسمي مجموع نسمي مجموع اطوال اضلاع المثلث نسميها محيط الشكل إذا اذن محيط المثلث يساوي مجموع أطوال أضلاع إذا محيط المثلث مجموع أطوال الأضلاع يعني بجمع هذا الضلع مع هذا الضلع مع هذا الضلع المحيط خلينا متذكرين انه من كلمه يحيط حول حوالين هذا الشكل المحيط يا خامس بيكون خارجي ما تنسوا هاي المعلومه معنا الان مثال اخر احسب محيط المثلث المرسوم جانبا هلا هون احنا بنطبق مباشره على القاعده عندي اطوال اضلاع هذا المثلث 24 متر عندنا 8 متر وعندنا 30 متر مباشره بنكتب محيط المثلث يساوي مجموع أطوال الأضلاع طبعا أضلاع المثلث ويساوي 24 زائد 8 زائد 30 خلينا نجمع 4 زائد 8 عنا هون 12 بالإيد 1 1 و 2 3 زائد ثلاثة ستة وستين متر خامس رح نتعرف على كيفية إيجاد مساحة المثلث في عنا قانون خفيف لطيف لإيجاد مساحة المثلث نستخدم القاعدة أو القانون مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع وهاي القاعدة لازم نحفظها نحفظ قانون مساحة المثلث الذي يساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع الآن معنا مثال احسب مساحة المثلث المجاور احسب مساحة المثلث المجاور أمامنا مثلث مثل ما احنا شايفين في عنا أطوال أضلاعه 15 كيلومتر، 25 كيلومتر، 20 كيلومتر، وفي عنا الإرتفاع مثل ما حكينا إنه هو طول العمود النازل من رأس المثلث على الضلع المقابل له أو على إمتداده. هو مرسوم بشكل عمودي وعم بشكل زاوية قائمة مع قاعدة المثلث، قاعدة المثلث اللي هي الضلع المقابل لرأس المثلث والذي رسمنا عليه الارتفاع العمود اللي هو الارتفاع الارتفاع هون 12 كيلو متر والقاعدة اللي هي رسمنا عليها هذا العمود طولها القاعدة 25 كيلو متر قاعدة المثلث مباشرة بنستخدم القاعدة أو قانون مساحة المثلث والذي يساوي نصف ضرب القاعده ضرب الارتفاع هلا بهمني انا لازم بشكل عام نكون فاهمين وعارفين انه انا حتى اجد مساحة المثلث بهمني اعرف طول القاعدة وبهمني اعرف الارتفاع، إذا ملاحظين هون في عنا معلومات زائدة طول الضلع الموجود هون وطول الضلع الموجود هون، ولازم تضلوا متذكرين انه المساحة داخلية عم نحكي عن مساحة سطح، المساحة دائما داخلية والمحيط بيكون خارجي. خلينا نطبق على القاعدة نص ضرب القاعده عندي 25 ضرب الارتفاع 12 هلا نص ضرب 25 ضرب 12 بقدر اختصر الاثنين مع ال 12 كاني بحكي نص ال 12 نص ال 12 6 بنزل الضرب وبنزل ال 25 صار عندي 25 ضرب 6 5 في 6 30 بالايد 3 6 في 2 12 و 3 15 150 كيلو متر مربع اللي هي مساحة المثلث المجاور ما ننسى يا خامس وحدة المساحة هنا كيلو متر مربع لأنه أطوال الأضلاع بالكيلو مترات خلينا نشوف المثال الثاني احسب مساحة المثلث المجاور إذا ملاحظين في هذا المثلث عندنا الارتفاع 9 سنتيمتر هو نازل بشكل عمودي وعم بشكل زاوية قائمة مع القاعدة، القاعدة الضلع المقابل لرأس المثلث واللي رسمنا منه عمود على هذا الضلع، الضلع اللي رسمنا عليه العمود بنسميه قاعدة المثلث. هون قاعدة المثلث 12 سنتيمتر، عندنا الارتفاع تسعة سنتيمتر وعندنا هذا الضلع طوله 10 سنتيمتر في عنا ضلع مش معروف قديش طوله لكن انا ما بيهمني يعني ما بيهمني في الحل ما بيهمني في ايجاد المساحة انا بيهمني فقط الارتفاع وطول القاعدة حتى العشرة سنتيمتر هون معلومات زايدة في السؤال هلا نكتب مساحة تطبيق مباشر طبعا مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع نطبق نص ضرب القاعدة اللي هي 12 ضرب عنا الارتفاع 9 ويساوي نص ل 12 6 ممكن اختصر التنين مع ال 12 ايضا 12 كأنه مقامها واحد بقدر اعبر عنها بصورة كسر مقامه واحد 2 على 2 واحد و12 على 2 6 هي انا نزلت 6 1 في 6 6 ضرب 9 يساوي 54 سنتيمتر مربع الوحدة هون بالسنتيمتر المربع لأنه أطوال الأضلاع بالسنتيمتر هلأ ما ننسى نحفظ محيط المثلث يساوي مجموع أطوال أضلاعه وما ننسى انه مساحة المثلث تساوي نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع وبهيك يا خامس بنكون انهينا الدرس الاخير من الوحدة الاخيرة في منهاجنا لهذا العام نحمد الله ومنحكي لكم كل عام وانتم بألف خير ويعطيكم ألف عافية